عبد الله، هو تمريره، هو صاحب التمريره، ولكن بربوزا جول 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 جول. برافو وسجل الهدف الاول في هذه المباراة في مرمى فريق الهجر. شوف خطأ دفاعي، لا يغتفر هذا الخطأ يا بربوزا، لا يغتفر هذا الخطأ، هذا الخطأ. وهنا الاستثمار، برافو يا بدر، لا تخطئ امام بدر، اخطئ تصويبه على ركلة الزاوية تتنفذ والخطر يزول بكرة راسية من البحري شتتها في الاولى، ولا يزال واقع على ارضية الملعب. سلامات عرضية اخرى، يا ويلاه، جول. شوف الكورة من جديد، هنا العرضية والرجيب انطلق على طول وضعها في المرمى. هدف، هدف الثاني في اللقاء، بينما هو التعادل، التعادل للفريق الهجراوي. راسية الرجيب في المرمى.